ملفت حقتهم ها؟ واموت فيك واحبك كثيرك واعشقك خلاصك رح لها هاك رح لها هاك هاك. صباح الخير يا حلو. انا انت ايش قلت قبل شوي؟ احبك ابو مرهم اصبر زايد حره ويا هلا البزنس كفو يا هلا البزنس كفو. قبل شوي ايش قلت؟ صلوا على النبي. انا في وجه بدر الحسين وابراهيم الحسين. اخ تعال هذا قلتها بالله يا ولد هذا تعال صباحكم انا يا غالي صباحكم انا كل النصيب على الله صباحكم انا بالله زايد هنا يبيعطيكم بوسه. الله بخير صباحك بخير تشوفني تتابعيني الله يجعل صباحك كله خير زايد احبكم حبيب قلبي انت. يلا استاذنكم الله اشوفكم في لقاء اخر ان شاء الله. صباح الخير صباح الخير يا صباح الخير يا طلة الصبح السعيد جلشان اللي مصورك عما يصفون. تعال هنا تعال خيالك علي معكول شبت صباحي غير وذكراك طرد رقاد عيني مطالبها فلم يصبح مثل العرب طيب وبخير ولا ممسي مثل العرب من سبايبها كل النصيب على الله بالله لف كذا شم اللي هنا معطينا نظره ما زينه ما اقدر لف شوف والله ما اقدر والله تعلم ابو سلطان يا عمي يا مالي ما يقدر هناك اتحداه اذا يقدر وطالع على مون اللي طالع بالكاميرات انا اعرف لا هناك بعد اتحداك تروح هناك يمكن يسويها حركه كيف حركه يمكن يسويها حركه بس ان ما يقدر بعد شوي اعلمهم ليش ما ليه هذا جايبنا من هنا يا سبايك لا 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 ها قايل لك تتحدى مين قايل لك تتحدى مين قايل لك تتحدى مين هذه اللي اتحداك اذا هذه كانت صدقني جاب لعبتي صدقني جابه كيفني وانا قافطك يا بضبط 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 عاشق بصت تعال بصت تعال تعال بضبط عاشق بضبوضه لا والله لا طلع 18 لا تعال والله خليه بكره هل شاهدت لا خلاص والله اني شرحت على نفسي تعال لا بابا تعال لا بابا ما نبدا بابا خلاص نبدا بابا على طول تعال هنا بعيد لا عشان تضرب اوقفك اللي شمتنا بضبوض عاشق بضبا لا دقيقه خلينا نبدا ببدا هذا خش معنا في الجوحات ترى هذا حق تعال تعال والله تخاف منكم صدق يلا بس عاشق بسه ويدلعها بسبوسه بس بوها في نص الليل ويوم يوم يوم وبضبوض عاشق بضة ويطلعها بضبوضة ويناديها في نص الليل عطيني صورة وعطيني تشوف عطيني استبعاد ودبدو تروك عاشق لا ما نقدر عليه هذا بكلمنا احنا ما احنا ما نقدر عليه صباح الخير بغض النظر عن الاستهبال وكل شيء أتمنى لكم يوم جميل جدا بما أننا مقبلين على شهر خير أسأل الله لي ولكم التوفيق والرزق الحلال وأن يبلغنا وإياكم صيام هالشهر وقيامه يجعلنا وإياكم من الاعتقاء من النار ابدأ يومك بابتسام وعش انسى الماضي فكر في المستقبل أذكار الصباح أسأل الله لي لكم
توفيق. باي. على كيفك.